السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج رمضانيات، وهذه الحلقة في تغطية خاصة من الجمهورية التركية وبالتحديد من ولاية غازي عنتاب في الجنوب التركي، وهذه المدينة يقطنها أكثر من 2 مليون نسمة بالإضافة إلى الكثير من اللاجئين السوريين. وفي هذه الحلقة الخاصة سنرافق زملائنا في قطر الخيرية لتوزيع المساعدات على المحتاجين، حياكم معي. طبعاً هناك أيادي كثيرة تساهم في هذا العمل الخيري، خلونا نتعرف على خواتنا وأيضاً المشاركين في هذه الحملة لشهر رمضان المبارك. مرحبا، نقول رمضان عليك مبارك في البداية، عارفين عليك. عليكم كمان إن شاء الله. إيمان محمد نعسان، مشرفة رعاية اجتماعية لمدينة كلس الواقعة على الحدود السورية التركية. نعم إيمان، كم شخص ترعون في هذه المدينة من النازحين السوريين؟ في مدينة كلس احنا عندنا 1300 مكفول من الأيتام والأسر المتعففة. شكرا لك وموفقة إن شاء الله. أيضا نتعرف على إحدى المشاركات من قطر الخيرية، حياك الله أختي، في البداية نتعرف عليك. مها أبو وطفة من علاقات المحسنات في قطر الخيرية. نعم. إحنا اليوم نقول راح نزور كم عائلة، كم أسرة؟ إحنا تقريبا شي 6-7 عائلات يوميا بنلف عليهم، هدول المرشحين للكفالة، يعني العائلات كلهم لديهم أيتام مدرجين عندنا بالسيستم بس لسه ما إجتهم الدور للكفالة، فإحنا بنزورهم من باب تقديم وجبات إفطار إن شاء الله رب العالمين، إفطار الصائم لإلهم. نعم أختي أمين، راح نشارككم بإذن الله هذا التوزيع وهذا الحضور، ونشوف أيضا آلية صراحة تسجيل البعض لقطر الخيرية والمساهمين فيها. نتعرف عليك في البداية. ريم البدر، شاركت في الحملة هذه كمصورة للحملة الإغاثية الإنسانية عشان إحنا نشوف اللاجئين السوريين ونشوف كل محتاج وكل فقير، ونحاول إن ننشر رسالة كفالة الأيتام قد ما نقدر. أختي ريم شكرا لك، إحنا راح نرافقكم إن شاء الله، وشكرا لك ولجميع الزملاء اللي مرافقين معك. جزاك الله خير. شكرا. إذن خلونا ننتقل أيضا، السوشيال ميديا على عاتقهم حمل كبير في هذه الحملة، معنا أخونا الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي أخوي أحمد عبد الله، رمضان عليك مبارك. علينا عليك. شو تسوي في كلس؟ تسوي في كلس الله يسلمك، هذه حملة رمضان الأمل أطلقوها قطر الخيرية. تخيل أخوي خليفة العدد المستهدف 2 مليون بقيمة إجمالية 133 مليون. للداخل في عندنا في قطر مليون والخارج مليون. احنا هني لهالمرة ما ينا نقول حق الناس تعالوا تبرعوا، لا راح احنا ينا نعايش القضايا عشان نعرف ان فعلا هذه التبرعات قاعد تروح حق مستحقية، فهو الهدف الاهم هو المعايشة علشان الاجر يكون اجرين بحول الله في شهر رمضان. نعم. عبد الله، ما نشرتم حتى الان ما هي الاصداء عليها؟ الحمد لله هالقطر يعني اتحفونا بوقفتهم معنا في هاليومين، بس في هاليومين، ونسأل الله القبول إن شاء الله. ما هي ردود الأفعال وأنت ناشط اجتماعي؟ ردود الأفعال أنا أقول لك أهل الخير معروفين، في ناس ما يحبون يطلعون عن نفسهم ويكشفون أسماءهم شيء من هذا القبيل، لكن على وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر يعني في مؤيد وفي معارض، لكن في النهاية لما يشوف تجربتك لا يقول لك لا أنتوا قاعدين توصلون الرسالة الحقيقية لمكان. محمد الحمادي، رمضان عليك مبارك. يمكن احنا نتواجه دائما في التلفزيون لكن اليوم لأول مرة نتواجه صراحة في المنطقة الجنوبية في الجمهورية التركية وبالتحديد في كلس، ايش عندك هنا؟ واجبنا بالأمانة، هذا واجبنا الإعلامي ان احنا نكون موجودين في هذا الميدان، الإعلام واقع فلا بد انت توصل لهذا الواقع وتعرف المعاناة اللي ممكن يعيشها غيرك. اخواننا السوريين منتشرين في ارجاء تركيا، لكن احنا اخترنا هذه المنطقة بكونها الأقرب بحكم ان معاناة قد تكون أكبر، فاللي راح ينزل هالميدان لازم أحس يكون عنده قلب قوي علشان يعرف شلون يتعامل معهم. ماذا تقول هذه الأسر؟ نقول الله يقويهم، والأجر عندهم أكيد راح يكون مضاعف لأن يمرون يمكن في معاناة ما يمر عليها غيرهم، لكن إن شاء الله الله يقويهم ويصبرهم على الوضع اللي هم فيه. كلمة أخيرة تحب توجهها لقطر الخيرية؟ العمل الخير لابد الواحد يقدمه بشكل أو بآخر، أنت تقدر أنك تكفي اليتيم أقدم لهذه الخطوة ولا تتردد عليها، تقدر أنك تزرع ابتسامة بكلمة بالتالي سهل، المعنوية اللي هو الدعم المعنوي سهل، لكن المادي
طالما تقدر عليه قدمه. شكرا لك زميل محمد الحمادي. احنا راح نرافق يعني هذه الحمله لتوزيع وجبات الافطار للصائمين في كلس. حجه رمضان مبارك عليك في البدايه. الله يبارك بعمركم وعقبال كل سنه وتضلوا طيبين والله يحفظكم ويكثر خيركم ويرزقكم. كيف حياتكم ماشيه في تركيا؟ والله كله صعب بصعب، المعيشه صعبه ماكن. جوزي صار له سنه متوفي. كم واحد انتم في البيت؟ هون عندي كناين اثنين يمكن 12 واحد نحن هون. كيف فطوركم وين يجي؟ والله يعني عندي ولد معاق بروح بجيب لي من المطبخ التركي اكل. الله يشافيه ان شاء الله. الله يسلمك. بارك الله فيك يا حجه. بارك الله فيكم وكثر الله خيركم. ايش تبين تقولين حق قطر الخيريه اليوم وهم جايين ويعني يراعون ظروف والله يراعوا كل ظروف واحد فقير. والله نحن ترزلنا. الامن بالله، امنا بالله كبير. الهي الله لا يضيمكم. الهي يا رب ويرزقكم ويجبر عنكم ويحن عليكم يا رب. كم صار لكم من الوقت في هذا المكان؟ صليت 8 سنين. 8 سنين. ايوه بس ما في مساعدات طاول، يعني اولادي ما لهم معاش هون، انا اللي بشتغل وبصرف عليهم. نعم. طيب وين تشتغلي؟ بشتغل تنظيف بيوت للعالم، بشتغل بالاراضي الزراعيه. غيرها ما بحسن. نعم. يعني لا عندي دراسه ولا عندي وظيفه ولا عندي شيء، بس بهالطرفين انا بشتغل. بس الله كريم ودائما واقف مع عباده. الله بيساعدك شيء اكيد عشان هالاولاد والاولاد يحبوك. أنا بريدهم يكملوا دراستهم، بريدهم يدرسوا ويجتهدوا على حالهم، مشان هالتعب اللي انا عم بتعب عليه ساعتها هن بيستفيدوا فيه. بتحبي ماما مثلا تساعدك وتعمل لك مثلا مساج في ايدك؟ اول كانت مشلوله ما تمشي. ضليت اسوي لها مساجات لاجريها لحتى الله عانى ومشيت. الحمد لله، اكيد كل حاجه برب العالمين و أكيد بعد هذا الصبر إن شاء الله تشوفينها تمشي وتشوفين الأولاد إن شاء الله في مناصب ممتازة ويساعدوك بإذن الله في المستقبل. آمين. الله يسمع منك. آمين يا رب. أمنيتك؟ الله يفرج أولادي، لأني أولادي عايشين كتير عدم. يعني أنا برقد بس أجار، مي، كهرباء، أما أكل شيء غذائي ما في. يعني جل الآن وإحنا نسجل هذا اللقاء تبرع لكفالة هؤلاء الأيتام. قولي لنا من المتبرع حتى على الأقل ندعو له. والله هي إحدى المتبرعات، يعني سبحان الله الأخت نريم الله يجزيها الخير بتنزل مباشرة على صفحتها على إنستغرام، فبعتت لي على طول قالت لي ريم نزلت صورة 3 أيتام أنا حابة أكفلهم، فقلت لها يلا هلأ ببشرهم. فيعني الحمد لله رب العالمين تمت كفالتهم من أخت من قطر، الحمد لله رب العالمين ثلاثتهم. نعم. بدءا من اليوم كفلت. يعني الآن كفلتهم إن شاء الله. أول ما نرجع على الدوحة أسماءهم مدرجة في عنا في قطر الخيرية، وإن شاء الله رح يتم كفالتهم مباشرة أول ما نوصل إن شاء الله رب العالمين. نعم. ريم البدر، يعني أنا ودي أتكلم وياك صراحة، ويمكن رأيت يعني عواطفك عند العوائل وعند كبار السن، وصفي لي هذه المشاعر. والله الصراحة المشاعر يعني ما أعرف، تخنقني العبرة دائما لما أشوفهم. الله يفرج همهم، الله يسعدهم، اصبروا وراح تنالون إن شاء الله جزاءكم في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. الله يعينكم ويفرج همكم ويصبركم إن شاء الله. أختي الكريمة، كلمة تحبين توجهينها لقطر الخيرية لكل من ساهم طبعا في إعانتكم ومساعدتكم، وأيضا اليوم يعني خبر مفرح أن تكفل يعني 3 من الأطفال عيالنا من النازحين السوريين، وأثناء تسجيل هذا البرنامج تجي هذا الكفالة. الله يرزقكم يا رب، يعوض عليكم بالأحسن جاه سيدنا محمد، والله يبارك بقطر وأهل قطر، لأنها بساعدوا كتير عالم
بحاجة. لا توصف هذه السعادة عندما تقدم خدمة لطفل وأسرة ومغترب ونازح اليوم في غير بلده. نقول الله يأجركم إن شاء الله ويزيدكم من حسناته ويزيدكم من خيره في هذا الشهر الكريم. كيف أوضاعكم؟ يعني سيئة كتير. أنا صار معي تليف رئتين، ما عنا وارد دخل أبداً، عنا بس كرت الهلال بساعدنا لندفع إيجار البيت. وأنا كنت أشتغل مثلاً هيك بالبيوت لحتى أحسن أمان مصروف المعيشة، بس يعني وضعنا كتير سيء، صرت أتدين لحتى نحسن نعيش بس. طيب اليوم طبعاً قطر الخيرية يعني تنظر لحالتكم، وأيضاً يعني الكثير من يدفعون هذه الزكوات ويدفعون هذه المساعدات يمكن يتساءلون أين تصل هذه المساعدات، لكن احنا اليوم في ظل تواجدنا من خلال برنامج رمضانيات وأيضا مع زملائنا سواء كانوا إعلاميين وأيضا منسقين في قطر الخيرية، شو تقولين لهم؟ واليوم هم ينظرون لكم أيضا مثل كل العوائل اللي تحتاج هذه المساعدة. الله يجزيهم الخير، يعني يعني هذا الشيء هن عند رب العالمين، نحن ما علينا غير الدعاء لهم، وهذا وثواب عند رب العالمين بلاقوه. الله يجزيهم الخير، يعني نحن الله بعلم بالوضع من اول رمضان لهلا كيف عايشين. نعم الله يجزيهم الخير ويتقبل منهم. يعني نعم ام محمد، طبعا احنا كلنا ندعو لك، انا وزملائي وايضا يعني زميلاتنا في قطر الخيريه، ندعو لكم ان شاء الله بالستر والامن والامان، وان شاء الله ترجعوا لدياركم وانتم معززين مكرمين. آمين إن شاء الله. آمين. الله كريم. أبو عبد الله، أنت أحد الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن قد رأيت الكثير ورأيت من المآسي الكثير، لكن إحنا اليوم في ظل ما تقدمه قطر الخيرية من مساهمات كبيرة يعني تمسح دمعة اليتيم وتحتضن الفقير، إيش تبي تقول؟ خير مثال ما تقدمت فيه أم محمد، الله يفك عوقها هي وعيالها إن شاء الله، إن شاء الله الإخوان والأخوات في قطر الخيرية يقومون بإغلاق هذا الملف وتحسين الصورة. المهم جدا أن أنت تتقدم بملفك. في خجل كثير أخوي خليفة يواجه الناس، يقول لك أنا استحي أقول أنا محتاج، لا صار لازم الحين. الله يفك عقهم إن شاء الله بحول الله، وأنا أتوقع ما نطلع من هني اللي إحنا مخلصين ملفهم. انكفلت يعني الحمد لله، وإحنا اليوم نسجل يعني أكثر مكان وأكثر من مكان، يعني ما يسعدنا فعلا. تستاهلين يا محمد، جاتك كفالة. أبو عبد الله، فرحة هذه الكفالة. الله الله، الحين أنا في عيون عيالها، ما شاء الله في عيون عيالها أشوفها، إن شاء الله يكبرون ويكفون يمهم ويعوضونها عن اللي فات، وبحول الله بحول الله يعني أزمة وعدت عليهم إن شاء الله إن شاء الله. أتاك اليوم كفالة لأبنائك، شو تقولين؟ الله يجزي الخير يا رب، وهو حطه بإيد رب العالمين قبل ما يحطه بإيد المحتاج، يعني ثوابه عند رب العالمين أكيد ما رح يضيع، وبالدنيا وبالآخرة إن شاء الله. الله يجزي الخير. نعم هذه يمكن أفضل دعوة لمتبرع، إنه يقولون لك الله يجزيك خير ويكثر خيرك ويحرم عليك نار جهنم. آمين يا رب العالمين. هي وصلت لإيد رب العالمين، يعني أكيد الصدقة لها شيء كتير كبير عند رب العالمين. أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معاكم من ولاية غازي عنتاب، وبعد ما زرنا مدينة كلس انتقلنا إلى مخيم البيلي على حدود السورية التركية، وهذا المخيم يبعد عن الحدود السورية التركية فقط 2 كيلومتر، وأيضا بداخل هذا المخيم ما يقارب 10,000 شخص أغلبهم من الأيتام والأرامل. خلونا ندخل اليوم ونشوف قطر الخيرية ماذا ستقدم في هذا المخيم. حياكم معي.
وفي هذه اللحظات وفي مخيم البيلي على الحدود السورية التركية يسرنا نرحب بأخونا أحمد الشراوي. أخوي أحمد، في البداية نقول رمضان عليكم مبارك، والله يعينكم على صيامه وقيامه ويعينكم أيضا على ما تقدمونه من خدمات من أجل طبعا إرضاء شريحة كبيرة من يمكن الأسر اللي في هذا المخيم، من أطفال من أيتام. في البداية قل لنا ما الذي سيقدم اليوم في مخيم البيلي، من يعني لهؤلاء الأسر، لهؤلاء الأطفال، للأرامل، لمن تقطعت بهم السبل واليوم لم يجدوا إلا قطر الخيرية، وأيضا الخيرين من أهل قطر لتقديم ومد يد المساعدة لهم جميعا. صحيح، احنا اليوم الله يسلمك أخوي خليفة جايين مع فريق بحثي لرفع احتياجات الأخوة اللاجئين، شنو النواقص اللي محتاجينها، شنو الأشياء اللي محتاجينها، عساس بإذن الله ندخلها على النظام ونقدر إن شاء الله تكون متاحة للتبرع. أحمد، أيضا يعني قطر الخيرية دائما ترعى كثير من المشاريع، ليست في تركيا، يعني على سبيل المثال للحصر نتكلم عن هناك مشاريع في الأردن، هناك مشاريع في سراييفو. هل تختلف أيضا يعني نقول ما يحصل عليه من يحتاج هذه المساعدات بين تركيا والدول الأخرى؟ طبعا كل دولة لهم احتياجاتهم ولهم خصوصيتهم، وفي أمور تفرق عن الثاني. يمكن يعني الأخوة اللاجئين السوريين مهما كانوا ممكن في نفس الطبيعة، ولكن تختلف عليهم بيئة عن بيئة أخرى. يعني اللاجئين في الأردن احتياجاتهم تختلف تماما قد تكون عن اللي في تركيا. احنا في هذه الرحلة ان شاء الله مركزين على الأخوة اللاجئين، وحتى ايضا المستضعفين والفقراء الأتراك. ايضا قطر الخيرية مش فقط قاعدة تساعد في تركيا الأخوة السوريين، أيضا من خلال البرامج اللي نقدمها نقدم برامج كثيرة من ناحية التمكين الاقتصادي، من ناحية التعليم، الصحة، المياه والإصحاح، مشاريع كثيرة ولله الحمد في هذا رمضان احنا قاعدين نستهدف. نعم. أحمد الشراوي، شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم التوفيق ولقطر الخيرية مزيد من التقدم دائما والعطاء للمحتاجين ولكل من ينظر إلى قطر الخيرية أنها السند الوحيد لهم اليوم. شكرا لك أخوي خليفة. مثل ما شفنا يعني راح ترافقنا كاميرا رمضانيات إلى داخل المخيم ونشوف أوضاع بعض صراحة من رحلوا عن ديارهم أصبح اليوم لاجئين في الحدود السورية التركية. حجة، كم عمرك الآن؟ والله يا ابني لحقت 70 وشوي. على 70؟ على 70. الله يعطيك. شوفي، هذا دائما من رب العالمين يساعد البني آدم إنك أنت تقومين برعاية هذه البنات. وربيت أولادي يتامى، والاستشهد والماتوا ربيت اليتامى، أبو صار معه حادث ومات ونصار، ربيت اليتامى وأشتغل عدياتي والله، ربيت اليتامى. اللي ربي يتامى الله يعطي الأجر ويساعده. بهالحرب استشهدوا وماتوا، أعطاكم مثل إذا سوي خمس البقاء لله دائما، يعني خمس استشهدوا الله يرحمهم. أول حادث 60، أول الحمد لله. لا حجة، شو تتمني؟ والله أتمنى هالحري ما تبعزي وأنا بعزي، شايف الحالي ومتمنين الله إذا نسوي إذا نعمل. أهل الخير ما بيقصروا، سواء كان في تركيا، في بلدنا ايضا سوريا، أيوة، في دول الخليج، في قطر اللي دائما تسال عنكم وتحاول يعني تساعدكم. الله يدينكم، الله يديكم ويعطيكم العافيه ويطول عمركم ويخلي شبابكم ويحميكم ويحمي وليداتكم وليدات امه محمد. آمين. يا رب. آمين. الواحد ما يقول غير يرفع ايده لله لله، لكلمين درسها غير الله. الله احسن لك. أعزائنا المشاهدين، في مخيم البيلي مثل ما شفنا هناك الكثير من الأسر وأبنائنا الصغار يتمسكون بالأمل، وأيضا قطر الخيرية لها أيادي بيضاء في جميع دول العالم. نقول دائما سامحونا على أي قصور، نلقاكم في حلقة جديدة قادمة بإذن الله من برنامج رمضانيات، وإلى اللقاء.